السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء متابعين قناة ربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة بركب قطعة زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنبتدي بالدروب قوي، وده مرتبط بمنصة باينانس، وهو هنا اللي هنشتغل يعتبر التيم ليدر بتاع أو الفريق بتاعنا اللي هو الأساسي اللي هنشترك عن طريقه اللي هو موقع وي بونتي نفسه. تمام، يعني هناخد الجوائز عن طريق حاجتين، عن طريق وي بونتي وعن طريق الانضمام لإيه للإيردروب نفسه عن طريق وي بونتي على منصة باينانس. تمام، التسجيل في الايردروب ازاي؟ بس قبل ما تيجي في الايردروب، في خطأ وقعت فيه امبارح، احب برضو نوضحه للناس يبقى ايه المصداقيه. الايردروب اللي انا شرحته بقى كان اول واحد او تاني واحد يا رب، كان مرتبط ببيتكوين بلاك. الموقع ده موقع اللي قايم عليه الهاكر. تمام، هو وقعه امبارح الموقع الاساسي بتاع بيتكوين بلاك، وجات لي الرساله حتى على الايميل، نفس الايميل بالظبط، او يعني فرق حرف بسيط، ممكن ما تاخدش حدش ياخد باله منه، فده ايه الخدعه في كده. فبناء علينا قلت الموقع واقع، وفعلا ببص على الموقع لقيت واقع. فتحت حتى اقساطكم امبارح ايه كاتبين سسبنت، برجع ليه للموقع، قلت يبقى ده الموقع الاساسي. وحتى لو بصينا لتفصيله الموقع الداخلي مشابه نسبه 90% 99% من الموقع الاساسي، فده كانت الخدعه في كده. تمام، فبناء عليه ده سكام، الناس كبرت مخها منه. وهشرح للناس الموقع ده اللي هو الاصلي ازاي الموقع الاصلي شغال. فتحت الموقع ده، اتفتح معايا مفيش اي مشكلة، كان عندي سن الشك برضو، فتابعت الموقع ولقيته شغال النهاردة. نخش كده بقى على الاساسي معانا، هوضحه للناس. انا شرحته قبل كده كذا مرة بس عشان الخطأ ده هنوضحه للناس الجديدة معانا. مبدئيا الدروب ده بيدينا 3600 قطعة زي التاني اللي ايه الاسكان مقبول بالظبط. الاساسي برضو كان هو نفس القصة، بس ده ايه الاساسي الاصلي. الموقع كان حصل بسبب الهاك امبارح، او اللي حصل اللي هي اللي كانوا واقفين الصفحه والرساله اللي بعتوها، ده الخطا حصل من كده. فنيجي اول حاجه الموقع بنسجل في الدروب بتاعه ازاي. بنيجي هتلاقيني سايب لك كلمه والد او صفحه والد اللي واقفين عليها. معاك الاختيارات دي كلها تستعمل فيها المحفظ، سواء ديسك توب لينكس او ديسك توب ويندوز او اندرويد او ايه ايفون. الاسهل للناس كلها حاجه اسمها والد ادرس، او اللي هو جنريتور والد بيبر. تمام، نيجي هنا كده ندوس عليها، تيجي هنا ندوس على كلمة جنريتور وادلت. انت هتحتفظ بحاجة واحدة بس او بحاجتين، هتيجي تدوس على كلمة جنريتور سيد. تمام، هتيجي تحتفظ بالبرايفت كده، ما تدوش لحد، ده ليك انت عشان لما تيجي تفتح المحفظة بعد كده سواء الاندرويد او اي حاجة تانية. تمام، وده البابليك كي بتاعك اللي ايه تحتفظ بيه الناس. وما تنساش نزل الصورة دي، او لو اللي شايفين يعني الصورة دي خدها، يا اما سكرين شوت لو بتحمل حملها، صورة هي ممكن تحملها تعملها سيف اهي اوكي، عشان دي ممكن تحتاجها بعد كده في الموبايل. الموبايل يقول لك مثلا اسكان البرايفت كي بتاعك، ما يقولكش كوبي لا اسكان، هيقول لك اسكان مثلا برايفت كي. فيفضل ان انت تحتفظ بالصورة دي، اعملها حفظ سيف واحفظها. تمام، خلاص احنا طلعنا كده البرايفت كي بتاعنا والبابليك ادرس. البابليك ادرس ده هو اللي هنستعمله في الايردروب. نرجع تاني للصفحة، هنخش على كلمة ريسيف ايردروب، هتيجي تحط الايميل بتاعك هنا اهو، وتحل الكواتشة وتدوس كلمة سبميت. هتجيلك رسالة تفعيل على الايميل، هتفعل، هتفتح معاك الصفحة، هتحط فيها كل المطلوب منك، هتحط فيها المحفظة بتاعتك دي اللي هي تاني واحدة. تمام، قبل ما نشتغل على كله يفضل ان انت حتى المحفظة تتسجل في الموقع ده. الموقع نفسه في جزئيتين، جزئية الايردروب دي من ناحية، وفي برضو مكسب من تسجيل في الموقع او اللي أنا ممكن اعتبره منصة او موقع بتاعه. تمام، اوضحه لكم دلوقتي ريورد سو تقيل برضو، الهاكر شكله مشغلين على نور. تمام، التسجيل بيكون عن طريق هنا، وهبقى اسيب لك اللينك الاول بتاعش تسجل فيه. تيجي هنا اسمك الاول، اسمك الاخير، الايميل بتاعك. تمام، الدوله، الايميل ما تكتبش اليوزر، الايميل بتاعك، ونختار الدوله بتاعتنا. بنحل الكباش ساين اب، هيجي لك برده رساله تفعيل، هتفعل والموقع يفتح معاك بعد كده بالشكل ده. تمام، واخد نفس الفكره زي ما قلت لكم، اختلاف الالوان، نفس طريقه العد الكليكات، نفس طريقه الريبورت، نفس طريقه التقرير، وكل حاجه بالظبط. تمام،
المهم هنا احنا كلنا هنستعمله بقى بالنسبة للموقع، انت تشتغل عليه بتروج رابط الحالة بتاعك ده كموقع نفسه، تمام؟ ليه رصيد خالص مختلف عن رصيد الايردروب. اوكي، يبقى اساسي هتسجل في الموقع ده ويبقى رابط الحالة هنا من فوق، تمام. تاني حاجة المحفظة، قلنا هنخش نعملها جنريتور، بعد ما بتخلص استعمل المحفظة اللي تحت، بنرجع نحطها او بنبعت ايميل هنا الاول. الايميل الخاص بالايردروب منفصل عن الايميل او تسجيل في الموقع ده، ما تخلطش ايميل الاتنين، تمام. هتجيلك رسالة تفعيل للايردروب نفسه، هتخش تحط رقم محفظتك وتستقبل ايه الرصيد. العملة كوين مش توكن، بإذن الله وقت ما يتم التداول عليها او تفتح لسه كل ده الايردروب في مرحلة الاي او. واللي عاوز اوي تفاصيل وهترجع للموقع هنا تبص على الكونتاكس او تسأل، خش على هنا افضل، ده الاسكت، اي حاجة خاصة بالعملة تفاصيلها البروموشن الحالات التريننج بتاعها اي حاجة خاصة بيها هترجع لها من الجزئية دي، تمام. نخش بقى على الايردروب الخاص بباينانس. اول حاجة انت هتلاقي كلمة جون او الجزئية بتحط الايميل بتاعك فيها اللي هو اللينك اللي انا سيبولك. بتيجي او قبل هنا، خلينا قبل ما اتكلم هسجل في المنصة نفسها، نفتح المنصة، بس بتحتاج مني ان انا افتحها عن طريق في بي ان. هتسجل في المنصة، التسجيل فيها سهل مفيهوش اي مشكلة. نرجع بس للايردروب، انت اول حاجة سجل في المنصة وبعد كده نخش على الايردروب. انت التسجيل هنا برضو بيطلب منك تحط الايميل، وهتلاقي خانة فيها كلمة سيند كود، هتدوس عليها هيجي لك كود على الايميل هترجع تحطه، هيفتح معاك الصفحه بالشكل ده او هيفتح معاك على الدروب بنفسه، تمام. هنيجي هنا نضم الدروب ونشوف الخطوات هنعمل ايه. تمام، فتح معايا الصفحه دي الدروب. المفروض هقول ان انت هتكسب حوالي 25 دولار باي انفستنج في اور فريندز. مش سيبك من البوست الاعلاني ده، هندوس هنا على كلمه جون ناو، المفروض ان هو كده بيحولنا على المنصة، تمام. هنصبر لغاية لما الصفحة تحمل معانا. اختار هنا كلمة جون، اوبن فيوتشر اكونت. على فكرة ما سجلش في ايردروب، انا بسجل معاك في خطوات، لو لقيتني مثلا برجع اشوف عشان بتأكد او انا بعمل حاجة. الدروب ده كده طالب طلب خاص، ده كده للجزئية الأولانية، ده مش نافع، أنا يعني مبحبش أشرح حاجة بندفع فيها فلوس، تمام. ده بيقولك أيوة all user should المفروض يبقى عندي رصيد على الأقل 10 قطع من عملة ال USDT. خلاص سيبنا فكك من ده كده انساه، تمام. نشوف التاني نفس القصة ولا لأ، ده اللي هو ايه 1 مليون كذا، بيتطلب ان انت يكون عندك 10 قطع من عملة ال USDT. نخش على اللي بعده. مش نفس القصة، اللاو لا زي ما قلت لكم. فده مبدئيا يا جماعة انا هسيب اللينك بتاعه، تمام، للناس. انا كده معيش ايه العشرة USDT في المنصة دي، صح، لسه صاحب منها، اللي فاضل عندي حاجة بسيطة مبدئيا. انا بالنسبة لي كده كده ايه انا اوت بره ايه الموضوع ده، بس هنسيبه للناس. هو على العموم اخر خطوة انت بتعملها، انت بعد ما تدوس هنا كلمة جون للي معاها العملة عايز يكمل في الايردروب، هتدوس هنا كلمة جون، هيفتح معاك يطلب منك رقم الافيتايب بتاعك جوه المنصة اللي هو ايه الكود بتاعك. هنوضح بس الكود الناس تجيبه منين. الكود ممكن تجيبه من هنا اللي هو رقم الاي دي بتاعك، هو يعتبر ايه في نفس الوقت هو رقم الحالة بتاعتك، او ممكن من كلمة ريورد لا ريفيل، اهي خلينا في ريفيل افضل عشان بس الناس ما تلخبطش الدنيا. الاساسي اللي هو كلمة انفايت ناو اللي بيبقى في بوكس الواحدة ده الكود اللي هو يعتبر كود احالة وفي نفس الوقت هو رقم الاي دي بتاعك. في بيبقى تحت حاجة اسمها ريفيل لينك وليها اكواد خاصة بيها، تمام، تنفع برضو كرابط احالة بس ما تنفعش الكود اللي نحطه. يبقى الكود اللي هتحط اللي هو الكود الاساسي او في المربع اللي هو انفايت ناو اللي هو هنا الاساسي ده، ممكن تجيبه برضو من السنتر بتاعك من هنا. اوكي،
اوكي، ده اللي هتنسخه وهتحطه لما يطلب منك، هتدوس هنا كلمة جون هتلاقي تحت على اليمين حاجة اسمها فيوتشر، بس لازم يكون معاك الرصيد زي ما قلنا، هتحط الكود وهيكمل معاك في القصة دي. تمام، نرجع بقى، انا هكمله شرح للناس اللي هي هتشتغل عليها. هتيجي هنا ندوس على كلمة our description information. تمام، اول حاجة طالب مني اليوزر تليجرام بتاعي، تمام، طالب مني الايميل بتاعي في موقع ويبونت نفسه، الايميل اللي انا مسجل فيه بباينانس، يوزر او اللي هنا رقم محفظتي ايثيريوم وايت عشان يبعت لي عليها الرصيد، اخر حاجه انفيتيشن باينانس فيتشر، الرقم شفتوا الرقم اللي احنا حطيناه اللي هو ده، هتحطه في اخر خانه. تمام، زي ما قلنا كده اللي واضح ان هي بتطلب 10 قطع من عمله اليو اس دي تي عشان يكمل التداول. هو الفكره نفسها ده تقريبا حسب ما انا فهمت حاجه عامله زي حاجه اسمها بوت تريد، يعني نفس يعني فكره شبيهه ليها، ان يبقى فيها رئيس التيم او اللي ماسك القصه دي اللي هو يبونت نفسه، واحنا بنشترك معاه بعدد القطع اللي احنا بنحطها، وبناء عليه هو بيعمل تداول، وباذن الله لو كسب احنا بنخش معاه في الدنيا دي. تمام، ده اللي انا فاهم واضح لي ايه من الرؤيه بتاعه الايردروب ده نفسه. تمام، نخش بقى. ايه، كان في حد طلب مني ان انا ايه احفظ ستيلر ما كنتش موضحها امبارح، بالنسبه لربط الدروب سانتوس اللي هو اخر دروب كنت شرحته اللي هو كنت سحبت منه او اللي عملنا عمليه السحب، وباذن الله توصل كمان شهر. نخش نشرحه. مبدئيا دي المحفظه اللي هيسجل جديد فيها، بتيجي تدوس كلمه كرييت نيو واليت ونشرح له محفظه جديده. هلا بس تكون حته الحته اللي انا عايز اشرحها موجوده في الكرييت واليت، هي المحفظه نفسها لازم تتفعل ب10 قطع عشان تشتغل انت عليها في اي دروب. سيبك من سانتوس عشان الناس تسحب عليه او انت تشتغل على الدروب بنفسه، المحفظه دي عشان تعرف تشتغل عليها وتستقبل عملات لازم يكون عندك على الاقل 10 قطع من عمله الاكس ال ام. كل ده هنوضحه دلوقتي. هنيجي هنا اي هاف، ماشي، هو طالب مني ان احتفظ بالبرايفت كي ده. تمام، ناخده ننسخه كده كوبي. تمام، يبقى البرايفت كي بتاعي اقول له هنا يس نيكست، احط له البرايفت كي مره تانيه في مسافة، اشيل المسافة الصغيرة دي كده، تعالي كده هيظبط. اه ظبط. تمام، بيقول لي انت عاوز لما تيجي تخش تسجل بعد كده هيكون عن طريق البرايفت كي ولا كي ستور؟ خليها مثلا بفضل انا البرايفت الكي ستور، هحمل لي كي ستور، هدخله بس اسم المحفظة هنا مثلا احمد. الباسورد ادخل له الباسورد، اه بيقول لازم باسورد مركب، ماشي نعمله باسورد مركب اللي هو حرف كابيتال وحرف سمول وبقية اللي هي وفي رمز وارقام. خلصنا الباسورد واليوزر، هقول له نيكست. لا بس هو طالب مني الاول اعمل داونلود للكي ستور، نعمل له داونلود سيف احفظه عندي. دلوقتي انا عامل تسجيل دخول. تمام، هاجي هنا اقول له باي كي ستور، لازم اختار الاول باي كي ستور. تمام، اجي احمل الكي ستور بتاعي. ادخل الباسورد، لوج ان، تمام كده المحفظه ايه اتعملت خلاص. تمام، عشان اكتف المحفظه زي ما قلت لكم الناس ايه بتقول لك انا مش لاقي الحاجه، انت لازم تكتف المحفظه الاول. بتكتفها ازاي؟ لازم تعمل ديبوزيت. هتيجي هنا كده هتدوس على كلمه ديبوزيت، هتختار عمله ستيلر XLM مثلا، خلينا في ال XLM. تمام، عشان هي اقلق حاجة. هتاخد العنوان ده، تشوف اي محفظة او اي منصة عندك في XLM وتبعت 10 قطع، ده عشان تاكتف ايه العملة. 10 قطع عاملين حوالي نص دولار حاجة زي كده. تمام، السيجنتشر مش هتفتح معاك على ما اظن، هتأكد برضو. تعالى نخش كده، السيجنتشر اللي هي هنا مش هتفتح معاك غير لما تاكتف المحفظة. فالناس بتقول لي انا مش لاقي الحاجة، هي الحاجة موجودة بس انت مش مأكتف محفظتك. تمام، بتخش على سيجنتشر، تختار حاجه اسمها مالت سيتنج،
من مالتي سيتنج، بتحط اول حاجه، اول هتلاقي فيه 3 مربعات، اول مربع فيهم محفظتك اللي انت بتجيبها منين، اللي هو الرقم بتاعها من هنا، تمام. المربعين التانيين هتجيب ايه، او هتحط فيهم ارقام المحافظ اللي هي مديها لك المنصه اللي انا اتكلمت عليها فيها طريقه السحب امبارح، وهو مدي لك الارقام اللي انت هتعمل بيها مالتي سيتنج، وشرحها في 3 فيديوهات، تمام. نرجع اللي بقى ايه للموقع بتاعنا، فين بتاع الايردروب اللي بعده، خش على الايردروب اللي بعده، تمام. في ناس زعلوني على الموقع ده، انا لسه البونص ما وصلنيش، بس على العموم في ناس وصلها، مبروك ليهم. تقريبا انا فاضل لي، لازم تطلع، لازم ان انا تقريبا افعل الخطوة الثالثة اللي هي الفيديو عشان يوصلني الرصيد، تمام. يعني انا عندي حوالي 0 حالات، تمام. لازم افعل الرصيد بالنسبة لي عشان يوصلني 100,000 ساتوشي من عملة البيتكوين. اوكي، نخش بقى على الايردروب ده، ده المرحلة التانية منه، اللي هو عملة ديت والت او ديت كوين، نزله مرحلة تانية منه لسه شايفه حالا. الايردروب اللي سجل في الايردروب الاولاني مش محتاج يعمل مهام، كل المطلوب منه هيعمل حاجة واحدة، فين هي ثانية، ده الايردروب التاني بيفتح معانا بالشكل ده، هيفتح نفس الايه بالطريقة التانية. لو انت كنت مسجل في الايردروب الاولاني هتقول له كلمة كلايم على طول، اللي هي ايه، كومبليت اول تاسك، مش محتاج تعمل نفس المهام، اوكي. وبتراوغ بس ايه رابط الاحلال بتاعك ده، لو انت كنت مسجل في الدروب الايه الاولاني. لو مش مسجل في الدروب الاولاني، الخطوات موجوده هي قصادك، انضم جروب تليجرام اول، فولو على تويتر، في كل خطوه لازم تدوس عليها، يعني هتدوس هنا على جروب تليجرام، وهتدوس هنا على فولو تويتر، وتحط الاثبات بتاعك هنا بالنسبه للينك موقع ايه ده، الفيس، وهنا تويتر، وهنا برضو مهمه تانية على الفيس، ومهمه تانية على تويتر، والفيس مهمه ثالثه، وهنا السبسكرايب بتاعك، المحفظه لازم تستعمل المحفظه اللي هي العملة دي، قلنا كوين، فمحتاجة محفظة خاصة بيها، مش توكن، مش هينفع تستعمل فيها محفظة اس ايه ماي ايثر ولت، هنستعمل فيها المحفظة الخاصة بيهم بس، هي العنوان نفسها عنوان توكن، تمام. ممكن يبقى الاحتمال ايه، هم عاملين محفظة خاصة بيهم ايه بالعملة نفسها بره الماي ايثر ولت، تمام. المهم هنعمل سبميت ونحط البيانات بتاعتنا كل حاجة ونسبة الاثبات، نكمل كل الاثبات، انا اسف. اير دروب باذن الله صادق، والعملة موجودة متداولة. نخش بعد كده على الدروب اللي بعده، العملة دي برضه من العملات اللي هي نازلة كوين ماركت كاب، اسم العملة اسمها ازرو، عملوا دروب جديد. الدروب عبارة عن بوت تليجرام، الدروب متاخد من موقع العملة الأصلي اللي هو موجود على كوين ماركت، يعني دخلت على كوين ماركت ودورت على عملة هيديك الموقع بتاع العملة ومنه، وتقدر تسحب الدروب نفسه أو تشوف الدروب نفسه. هنيجي لأول حاجة في الايردروب، الايردروب بيبتدي معانا، ده الصفحة بتاعت العملة على كوين ماركت كاب، وهيدخلك على الصفحة، ومن الصفحة بتاعت الكوين ماركت كاب تقدر تجيب الصفحة الأصلية أفضل، وتطلع إن الايردروب موجود في الموقع الأصلي، تمام. المهم هيبتدي معانا بالشكل ده، نحل الكابتشا. كل المطلوب منك بيقولك هنا هتخش تعمل فولو لايك وريتويتر للبوست ده، وتيجي هنا بس تحط اليوزر بتاعك، تمام، وبتحط رقم محفظة ايثيريوم والت بتاعتك، وكده انت ايه خدت الايردروب او اتشال على الايردروب. الايردروب سهل قوي، والميزه فيه ان هو ايردروب عمله موجوده بالفعل على كوين ماركت، وثمنها 8 سنت. نيجي لمحفظه ماي تراست والت، انا لا هشرح الجزئيه دي عشان الاسئله جت لي عليها. مبدئيا انت الرابط بتاعك، يعني انت بتسجل في المحفظه حاليا، الشهر ده مرخمين قوي، لازم عشان تراوغ رابط الاحاله بتاعك لازم يكون الرابط بتاعك اكتف، تمام. الرابط الاحاله تخليه اكتف ازاي، كذا حاجه، هم عاملين حاجه اسمها قائمه الوايت ليست، اللي هم الناس اللي يقدروا يروجوا رابط الحاله بتاعهم. مبدئيا لازم يكون ليك عملات على المحفظه، تمام. هم بيقول لك يفضل البي ام بي، يعني هم في ال سبيشالي بيقول لك يعني لازم يبقى فيه انت مخزن عملات على المحفظه بتاعت تراست واليت. ده كده اول طلب. تاني طلب ان انت تكون اكتف على مواقع التواصل بتاعته، تمام، يعني تخش تعمل تشير لهم بوست على الفيس، هنا على تويتر، الحاجات دي. بناء على الكلام ده هتقدر ايه اللي هو الحساب بتاعك هيتفعل او يبقى اكتف. غير كده مش رابط الاحاله بتاعك لما تيجي تروج له مش هتستفاد منه من الاحالات حاجه، تمام. فانت المهم اهم خطوه ان انت تشوف لما تيجي تخش على رابط الاحاله بتاعك تشوف الكلمه دي، تمام، كلمه اكتف، بحيث لو هي كلمه ان اكتف يبقى رابط الاحاله بتاعك مش هيجيب لك اي حالات او مش هينفع تشتغل عليه،
تمام. انا برضو لما بتواصل معاهم بحاول ايه احل الموضوع ده، وباذن الله لو حلتها احاول اروج برضو ارجع اروج رابط احالات يعني. ودي بس مضيف المعلومه النهارده للناس عشان الناس تعمل الخطوات دي، اللي هي خطوه ان انت تحاول تحط اي رصيد على المحفظه، اي رصيد اي عمله. هما بيقول لك انا بفضل بي ام بي، فمعظمنا معهوش البي ام بي. قطعه البي ام بي الواحده عامله 14 دولار دلوقتي تمام. معاك منها وحابب تسحبها من باينانس وتشيلها على محفظه راست والت، محفظه راست امان ومضمونه ما تقلقش تمام. غير كده حاول تتواصل معاهم على مواقع التواصل زي التويتر بتاعهم زي الفيس. انت موجود جوه في سيتنج هنا، لما بتخش على المحفظه بتلاقي كل مواقع التواصل بتاعتهم، اعمل لهم بوستات، شير رابط الاحاله بتاعك على البوستات بتاعتهم وهكذا تمام. في حاجه تانية كده معانا النهارده، دي منصه اسمها كوكو كوين. المنصه هتدي 500 قطعه من العمله، ليها شروط معينة. أول حاجة هتسجل في المنصة، تاني حاجة هتفعل وثائق، تالت حاجة لازم تحمل البرنامج بتاعهم. فين هو؟ ثانية هنشوف الرابط هنجيبه منين. ممكن نرجع للصفحة الرئيسية، وبعد ما تحمل برنامج الموبايل بتاعهم تخش تعمل لينك لوج ان، يعني تعمل تسجيل دخول بنفس الايميل والباسورد على الموبايل تمام. عند الصفحة الرئيسية الناس عشان بس ما تسألش، العملة دي العملة دي اللي فيها تقريبا عاملين فيزا خاصة بيهم، فالناس تشتغل عليها وده البونص بتاعهم والله أعلم. بس المهم العملة قوية، أنا شايف ناس أقوياء في الدروبات شارحينها وموضحين العملة دي، فنحاول نشتغل عليها ومن إيه، والشروط بتاعتها مش صعبة يعني. حاول تسجل وتفعل تفعيلها عملناها كذا مرة مفيش أي مشكلة، وبرنامج الموبايل مفيش صعوبة. تاني نرجع للصفحة الرئيسية أهو، وهي لينك تحميل البرنامج أو ده اللي إيه الكود بار بتسخه وبتحمل عن طريقه البرنامج تمام. نشوف الدروب اللي بعده، ده اير دروب جديد تابع لمحفظة ايزا الفيرا. هسيب لكم الرابط بتاع المحفظة برضو، يعني شبيهة لما ايزا والت، بس تمتاز عن ايزا والت ان هي فيها منصة داخلية، يعني العملة اللي بتجي لك على المحفظة تقدر تبيعها جوه المحفظة نفسها، عشان جوه المحفظة في منصة تمام. فهسيب لك برضو رابط المحفظة، نفتحها كده مع بعض. اقفل بس الفي بي ان عشان ما يتقلش الجهاز. الميزه في المحفظه دي ان اللي معاه مشكله ان هو يسجل فيها برايفت كي او ينزل الكلام ده، ممكن تسجل فيها عن طريق ميتا ماسك. يعني انت ممكن لو انت عندك ميتا ماسك تعمل كونكت بيها اكنك عملت حساب فيها بالظبط، نفس البرايفت كي ونفس كل حاجه، هتعمل تسجيل دخول فيها عن طريق الايه الميتا ماسك. ما تقفش دماغك وتسجل فيها لسه، لو انت عندك ميتا ماسك في الاكستنشن بتاعك سجل عن طريقه، خش يعمل ايه لوج ان على طول. هنيجي المهم الحساب بتاعنا، الارصده بتاعتنا بتيجي على ماي اسيست، وممكن نقدر نبيعها على اكسشينج على طول جوه المحفظه دي. فعشان كده الدروبات بتاعت العمله دي بتبقى مو او المنصه دي مو ايه مميز. هنيجي الدروب يطلب اول حاجه مننا ان احنا نحط رقم محفظه، هنجيبه من هنا حتى لو انت مسجل عن طريق ميتا ماسك تمام. ناخده بس بيعلق في الكوبي تمام كده ظبط. بقيت المهام بقى ايه المعتاد بتاعنا، هتعمل هنا فولو على تويتر، المهم بتبقى فين نفسها اهي اللينك بتاعها فوق. لا ثانية واحدة، هو يظهر دلوقتي انا ما استعجلت اهو ده. نعمل هنا فولو ونحط اليوزر بتاعنا. تمام بقيت المهام نفس القصة، تعمل التويتاية، انضم لجروب تيجرام وتحط اليوزر، انضم لجروب تيجرام تاني وتحط اليوزر لو طلبه، اخر حاجة برضو انضم لجروب تيجرام تالت. اوكي نخش بقى كده اخر حاجة معايا في الدروب، ده الدروب التاني راوند 2 من عملة سوبا. العملة دي عملة مضمونة، والدروب الاولاني بيوصل يعني الدروب نفسه بيوصل خلال 24 ساعة 48 ساعة بالكتير تمام. مفهوش احالات يعني، هو كده ما بيديش حاجة على احالات يعني، انا سجلت وفي كذا حد سجل معايا بس ما بيديش رصيد على الاحالات تمام. هشتغل عليه اردروب مضمون باذن الله. وبكده اكون خلصت النهارده. قبل ما اقفل في بس احد الاعضاء سالني على العمله دي، العمله دي وصلت لنا كلنا. لو تفتكروا انا لما كنت بنشرحها كنت بقول لكم لو عندك كذا محفظه سجل عن طريقها يعني تمام. انا عامل ايه مسجل في المحفظه دي وكذا محفظه ثانيه للعمله دي اللي هي عمله ايه تمام. العمله وصلنا منها 32000 قطعه. كان اير دروب كان كل المطلوب فيه انت تاخدها من محفظتك، سواء كانت ميسر ولا ميتا ماسك،
بتحطها جوه الصفحة بتاعتهم، بتدوس ايه زي كونكت على ما اتذكر، وكان الرصيد بيقول لك هيوصل لك شهر ولا شهرين، وبالفعل وصل اهو الرصيد. العملة دي بتتم تداول على في بعض المنصات، الرصيد ده من الارصدة المجمدة، يعني هيتفك الحظر عليه مش دلوقتي، انا هشوف بالظبط امتى التفاصيل هيتفك الحظر وساعتها ايه هنوضحه للناس. تمام. هو دلوقتي في بعض العملات او الاردروبات، الاردروب صادق كل حاجة، بس عشان هو ينزل بشغله هو الاول او يبيع عملته هو الاول، بيبعت لك العملة مجمدة بتاريخ معين، يعني بيبقى في العقد بتاعه وتاريخ الكونتراكت اللي هو عامله مع ماي ايثر والت، ان العملة مثلا اللي هيبعتها للناس كاير دروب تبقى التاريخ بتاعها ليها تاريخ فك حظر، بيظهر بعد فترة معينة او بتفك بعد فترة معينة. هنحاول ندور على طريق الفك او العملة اتبعت ازاي او تقدر تبعتها ازاي وهنوضحه للناس. زي عملة اتش تي اكس برضو معايا رصيد منها مجمد، بإذن الله لما يتفك هوضح للناس برضو ايه فك امتى. أتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.